هنبدأ بالكلام عن ال السم اوف برودكت والبرودكت اوف سم. احنا اتفقنا ان السم ده هو عبارة عن اعادة تعريف لمؤثر الجمع، لكن هو في الحقيقة هنا عبارة عن اور اوبريشن، والبرودكت ده عبارة عن اعادة تعريف لعملية الضرب، وهو في الحقيقة عبارة عن اند. فلما اجي اقول لك سم اوف برودكت يعني ايه؟ يعني ان انا اهو الشكل اللي احنا حضراتكم شايفينه قصادنا ده، يعني ان انا بعمل ايه يا شباب؟ يعني ان انا بعمل عملية sum of product، يعني اورينج، شايفين كده اورينج لمين؟ لمجموعة من البرودكتس اللي هي مجموعة من الاندس، يعني بعمل اورينج لحاجات معمولها اند مع بعض، تمام؟ ده اللي انت حضرتك كنت بتكتبه في الجبر المنطقي مثلا، ان هو ايه؟ ادي جمع لمجموعة من الترمات اللي مضروبة بعضها، فده بنسميه sum of product. بنبدأ نعرف تعريف مهم جدا وهو المين تيرم. ايه بقى المين تيرم ده يا شباب؟ المين تيرم دون هو تيرم عبارة عن اند تيرم، يعني تيرم فيه متغيرات مضروبة في بعضها. المتغيرات دي كلها، تمام يا شباب؟ المتغيرات دي كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن جميع المتغيرات اللي بتكون الدالة المنطقية بتاعتي. يعني لو الدالة المنطقية دي دالة فيه اربع متغيرات، يبقى اللي سميه من تيرم هو عبارة عن ايه؟ تيرم فيه فاريابلز مضروبين في بعض اند مع بعض، والفاريابلز دي هي كل الفاريابلز اللي موجودة للفونكشن سواء incomplemented او uncomplemented form، يعني جميع الاحتمالات المختلفة كتباديل وتوفيق للفاريابلز ان يكون معمول لها اندنج مع بعض. يعني الكلام ده عشان يوضح اكتر، هنا مثلا لو انا عندي دالة بالمنظر ده، دالة فيه اربع متغيرات ال A وال B وال C وال D، فلما نيجي نقول ان احنا عندنا المين تيرمز، يبقى الاحتمالات المختلفة ان انا اعمل اندنج للاربع الفور فاريابلز دول مع بعض، يا اما A بار B بار C بار D بار كلهم uncomplemented ومعمولين اندنج مع بعض، او كلهم هنا كلهم complemented، هنا كلهم uncomplemented A B C D ومعمولهم اندنج مع بعض، او بقى ايه combinations المختلف في نص، لهم طبعا 16 احتمال زي ما استنتجناهم باستخدام طريقة الشجرة، وهكذا. لو انا عندي ثلاث متغيرات، دالة في ثلاث متغيرات، يبقى المين تيرم هو اي تيرم في ثلاثة variables مضروبين في بعض، يا اما complemented يا اما uncomplemented، يعني تبديل وتوافيق، يبقى انا عندي 8 مين تيرمز. بنبدأ نعرف حاجة اسمها الكانونيكال sum of product form، ده اللي هو التعبير عن الدالة المنطقية الفانكشن بتاعتي تبقى composed completely، اقدر اعبر عنها تعبير كامل باستخدام ايه؟ logical sum of min terms، يعني بجيب المين تيرمز اللي عندي دي اللي هي الاند تيرمز اللي فيها كل الفاريابلز واعمل لهم ايه؟ اورينج مع بعض. يعني على سبيل المثال هنا كده دالة معرفة باستخدام التروث تيبل ده، هي بتدي 1 في الاربع حالات دول بس، يبقى بالتالي لو انا عاوز اعبر عنها كسم اوف برودكت، ده الاسلوب اللي احنا اتعلمناه لما جينا اتكلمنا عن الفين دايجرام سمبليفيكيشن. او والله هي 1 فين؟ 1 لما يبقى الاي ب 0 والبي ب 1 والسي ب 0 جوه دايره البي بره دايره الاي بره دايره السي، يبقى ببساطه شديده اي بار بي سي بار. يونيون يعني، وفي حاله ثانيه برضو هي الداله بتدي فيها 1 لو الانبوتس A ب 0 B ب 1 C ب 1 وهكذا. فيبقى انا عندي الداله بتاعتي اقدر اكتبها ازاي؟ اقول A بار B C بار، اور حلو، اور A بار B C، اور A B بار C بار، اور A B C، تمام. هو هنا بس في ترم متكرر عشان الشرح ده على حاجه مختلفه، يعني ان انا عندي شكل مبسط ازاي اقدر استنتج منه الشكل الكانونيكال، تمام. فده يا شباب بنسميه الكانونيكال sum of product فورم للفانكشن. بنبدا ندي لكل ترم من دول رمز، بندي له رمز حرف الام كده، مش هو من ترم، فالمين ترم بندي له رمز ام سمول وسبسكريبت رقم بيعبر عن الكومباينيشن اللي موجوده. يعني انا لو الفاريبل ان كومبلمنتد يبقى 0 سوري كومبلمنتد يبقى 0 ان كومبلمنتد يبقى ايه؟ يبقى 1. فهنا ان كومبلمنتد الاي بار بي بار سي بار دي بار يبقى 0 0 0 0 يبقى دي ام نوت، باخد الديسمال ايكويفالنت بقى، هنا اربع وحيد يبقى 15 وهكذا. فهنا الداله دي عندي فين المين تيرمز اللي الداله عندها بتدي فيه 1 ام 2 وام 3 وام 4 وام 7، يبقى ام 2
وام 3 وام 4 وام 7 وبنكتبها بالشكل المبسط ده سميشن علامه جمع للمين تيرمز 2 و3 و4 و7 ده بالظبط كاني بقول ايه كاني بقول 2 اللي هي a بار بي سي بار 3 اللي هي a بار بي سي 4 اللي هي a بار بي سي سوري 4 اللي هي هتبقى عباره عن ايه a b بار c بار 7 اللي هي a b c تمام وبالمثل في شكل تاني للداله اقدر اعبر عنه الداله المنطقيه اقدر اعبر عنه عن هذه الداله المنطقيه ب هو الكانونيكال برودكت اوف سم ده مبني على حاجه اسمها الماكس تيرم الماكس تيرم ده بقى عكس المنتور بدل ما المنتور مكان حاصل ضرب لجميع المتغيرات لا هنا حاصل جمع لجميع المتغيرات اللي بتعبر عنها الداله فهنا اورد تيرم بس بشرط كونتيند اول ذا فاريبلز اوف ا فانكشن ان كومبلمنتد اور ان كومبلمنتد فورم يعني موجود فيه كل الفاريبلز اللي بتعبر عنها الداله المنطقيه دي كايه في صوره كومبلمنتد او ان كومبلمنتد فورم كانونيكال برودكت اوف سم ان انا بعبر عن الداله بتاعتي تعبير كامل كومبليتلي كالوجيكال برودكت اندنج للماكس تيرمز يعني انا باخد الماكس تيرمز دي اللي هي عباره عن حاصل جمع المتغيرات اضربه في ترم تاني عباره عن حاصل جمع المتغيرات بس بتبديل مختلف اضربه في ترم تالت وهكذا لحد ما اعبر عن الداله بتاعتي ايه تعبير كامل ناخد مثال عشان الامور دي توضح اهو ده المثال بتاعنا عندي داله بتدي وحايد في الحالات دي ادي اربع حالات برضو ادي حالتين ثلاثه اربعه عاوز اعبر عنها باستخدام الكانونيكال برودكت اوف سم نعبر عنها ازاي بتيجي حضرتك تعمل العكس تشوف الداله العكسيه اللي هي الاف بار بتدي الـ يعني ما هو الاف بار هتدي وحايد في الحالات اللي الاف مديها فيها زيرو فانا هفترض ان انا هجيب الصوره السم اوف برودكت للاف بار فالاف بار بتدي واحد فين هنا وهنا 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 يعني عند 001 وعند 011 وعند 100 وعند 111 فالاف بار عباره عن ايه عباره عن هنعبر عنها سم اوف برودكت فانا هاجي عند كل منطقه من المناطق اللي بتدي عندي الاف بار فيها بواحد اي بار بي بار سي اور بتدي الاف بار بتدي واحد تاني فين عند الاي بار بي سي الاي بار بي سي اللي هي 011 الاف بار بتدي واحد فين عند 100 A B بار C بار بتدي 1 تاني فين عند ال A B C تمام ده الاف بار هي اللي بتدي 1 في الحالات الاربعه دول فانا اقدر اعبر عن الاف بار كسم اوف برودكت لانهي من تيرمز الواحد M1 و M3 و M4 و M7 فيبقى سميشن والام سمول 1 و3 و4 و7 جميل جدا ده الاف بار او الاف عكسها يعني الاف لو عبر عنها في سم اوف برودكت فهي بتدي واحد في اللي الاف بار بتدي فيها زيرو تمام فيبقى هي سم اوف برودكتس لانهي من تيرمز ده واحد وثلاثه واربعه وسبعه للاف بار يبقى الاف ايه زيرو واثنين وخمسه وسته طب احنا عاوزين نعبر بقى عن الشكل اللي هو الايه البرودكت اوف سم نعمل ايه مش انت عبرت عن الاف بار كسم اوف برودكت جمع لمضاريب لترمات مضروب بتعبر عن متغيرات مضروبه في بعضها طب ايه رايك لو انا جيت خدت البار للطرفين هنا ايه اللي هيجرى بار مع البار هيطير يبقى هيديني الداله اف اوف اي وبي وسي طب والناحيه الثانيه ابلاي دي مورجان طبق قاعده دي مورجان كل بلس كل اور حولها لاند كل اور كل ضرب كل جمع حولته لضرب وخد لكل متغير على حده كومبلمنت فهنا اي بار بي بار سي تبقى اي بي سي بار A بار B C تبقى A B بار C بار A B C يبقى A بار B بار C بار A B بار C بار يبقى A بار B C تمام يبقى هنا انا عندي الدالة بتاعتي دي عبارة عن ايه اربع ترمات مضروبين في بعض هو هنا في ترمين متكررين فزي ما احنا عارفين ان X في X بإيه بX حس ان الفي دي عبارة عن logical multiplication يعني. فحقيقة انا عندي بس M واحد تمام ايه هنا بقى الكودينج في الماكس تيرمز بنرمز له ازاي لو انا عندي بقول A اور B اور C اور D ده يبقى الماكس تيرم نوت ليه بقول الماكس تيرم اوف نوت لانه جاي من الكومبلمنتيشن او الانفرتنج للمين تيرم نوت يعني انا لو عندي مين تيرم A بار B بار C بار D بار اللي هو الام 0 ام سمول 0 لو خدت له الكومبلمنت هيتحول كل ضرب الجمع يبقى جمع 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 والبار تتوزع على كل فاريبل فيبقى A اور B اور C اور D
يبقى بما انه بيجي عن طريق الكومبلمنتيشن للمين تيرم زيرو فنسميه الماكس تيرم زيرو. حلو، يبقى هنا الكودينج في الماكس تيرم ماشي بالعكس. فيبقى اي بي سي بار ده الماكس تيرم مين يا شباب؟ ده الماكس تيرم 001 اللي هو 1 ام 1، وده الماكس تيرم مين؟ 011 ماكس تيرم 3، وده الماكس تيرم مين؟ 011 برضو ماشي. هنا ايه 111 يبقى ده الماكس تيرم 7، وده الماكس تيرم كام؟ الماكس تيرم 4 100. حلو، يبقى عندنا الماكس تيرمز نعمل علامه مالتيبليكيشن للماكس تيرمز مين 1 و3 و4 و7. دول يا شباب الطريقتين الكانونيكال، الكانونيكال فورم للفانكشن يا اما سم اوف برودكت يا اما برودكت اوف سم. في حاله السم اوف برودكت بمنتهى البساطه احنا بنيجي على الداله وبنبص ايه الحالات اللي فيها واحد، ونقوم ناخد نقرا الترم اللي قصادها اللي بيحققوا ايه، وبعدين ناخد يونيون. يبقى انا كده جبت السم اوف برودكت الكانونيكال. طب البرودكت اوف سم الكانونيكال نعمل العكس، نيجي نشوف هي اصفار فين الداله اف بار، ونجيب لها البرودكت السم اوف برودكت، ونيجي ناخد لدي البار نقبلها قاعدة دي مورجان. يبقى جبنا كده ايه البرودكت اوف سم فورم المين للكانونيكال برودكت اوف سم فورم للبوليان فانكشن. وكده انتهى الجزء الاول، والسلام عليكم ورحمة الله.